السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أصدقائي هنشرح مع بعض درس القراءة اسمه مدرستي جميلة. يلا يا أصدقائي نعرف درس القراءة بتاعنا. بسمة تقول: أحب مدرستي، أحب مدرستي، مدرستي جميلة، مدرستي جميلة. أذهب إلى المكتبة، أذهب إلى المكتبة. أقرأ القصص، أقرأ القصص. هنا يا أصدقائي بسمة بتقول إن هي بتحب مدرستها جدا، وإن مدرستها جميلة ونظيفة، وإن هي يا أصدقائي في داخل المدرسة بتاعتها بتذهب إلى المكتبة، وجوه المكتبة يا أصدقائي بتقرأ القصص والحاجات المفيدة. فعشان كده يا أصدقائي بسمة بتحب مدرستها. باسم يقول: أحب مدرستي، أحب مدرستي، مدرستي نظيفة. أتعاون مع أصحابي، نلعب ونرسم ونلون، نلعب ونرسم ونلون. هنا يا أصدقائي باسم بيحب مدرسته جدا، وبيقول إن مدرسته نظيفة، وبيتعاون مع أصحابه داخل المدرسة زي ما احنا شايفين يا أصدقائي دلوقتي في الصورة. باسم قاعد على الكمبيوتر وأصدقائه حواليه وبيتعاونوا مع بعض وبيحبوا بعض. وكمان يا أصدقائي باسم جوه المدرسة بتاعته بيلعب وبيرسم وبيلون، بيلعب وبيرسم وبيلون وبيعمل حاجات جميلة يا أصدقائي، عشان كده هو بيحب مدرسته. عندنا يا أصدقائي دلوقتي هناخد حاجة جميلة قوي، حاجة اسمها ضمائر، حاجة اسمها الضمائر. هنعرف يعني ايه يا أصدقائي الضمائر. مع الوش الجميل دوت هنطلع منه الضمائر بتاعتنا. أنا أول حاجة في الضمائر، أنا، أنا، أنت، أنت، أنتي، أنتي، أنتم، أنتم، ونحن، نحن. يبقى الضمائر يا أصدقائي بتاعتنا أنا وأنت وأنتي وأنتم ونحن. نحفظ كده الضمائر بتاعتنا يا أصدقائي: أنا، أنت، أنتي، أنتم، نحن. تعالوا يا أصدقائي ناخد أمثلة على الضمائر بتاعتنا. الضمائر دي أصلا يا أصدقائي ضمائر التخاطب، يعني بنخاطب بيها الأشخاص اللي واقفين قدامنا. تعالوا كده مع بعض: أنا، أنا تلميذ، أنا، أنا تلميذ. لما تيجي تكلم نفسك يا صديقي قول: أنا، أنا تلميذ. أنت، أنت صغير. لو أنت بتكلم واحد صاحبك قدامك تقول عليه أنت، لو ولد، ولد صاحبك تقول عليه أنت في المثال اللي قدامنا أنت صغير. أنتي، أنتي صغيرة. لو البنت بتكلم صاحبتها بتقول لها أنتي، أنتي صغيرة. أنتم، أنتم صغار. لو يا أصدقائي إحنا واقفين مع بعض أصحاب مع بعض وأنا عايزة بكلمكم هقول عليكم إيه؟ أنتم، هقول عليكم أنتم. نحن، نحن تلاميذ، نحن تلاميذ. وإحنا كده مع بعض بنلعب مع بعض نقول على نفسنا كلنا إيه؟ نحن. يبقى يا أصدقائي ضمائر التخاطب أنا وأنت وأنتم وأنتي ونحن. مسابقة الديك النشيط، يلا بينا يا أصدقائي. وصل الجملة بصورتها. عندنا يا أصدقائي صور الأطفال الجمال في المدرسة، وصورة مدرسة، وصورة أطفال بيلعبوا جوه المدرسة. عايزين يا أصدقائي نوصل الجملة بصورتها.
عندنا أول جملة مدرستي جميلة، فين يا ترى يا أصدقائي صورة مدرستي جميلة؟ صح فعلا يا أصدقائي، هي دي مدرستي، مدرستي جميلة. تاني جملة عندنا يا أصدقائي، أذهب إلى المكتبة، فين يا أصدقائي الصورة اللي بتدل على الذهاب إلى المكتبة؟ فعلا يا أصدقائي شاطرين، هي دي الصورة بتاعت المكتبة. طيب يا أصدقائي، عندنا كمان جملة، تالت جملة، ألعب مع أصحابي، ألعب مع أصحابي، فين الصورة اللي الأصدقاء والأصحاب بيلعبوا فيها مع بعض؟ صح صح جدا يا أصدقائي، ممتاز، هي دي الصورة. عندنا رابع جملة يا أصدقائي، نرسم ونلون، نرسم ونلون، فين الصورة اللي بنرسم فيها وبنلون؟ ممتاز ممتاز جدا، هي دي الصورة فعلا يا أصدقائي. سقفة كبيرة لكم على إجابتكم الصحيحة. وبكده يا أصدقائي الحلوين نكون انتهينا من شرح درس النهاردة، ونتمنى إنكم تكونوا استفدتم معانا. مع الوعد بدروس أخرى إن شاء الله، مع نفهم نتعلم ببساطة.